الهاتف سيد ابراهيم الابراش كاتب ووزير ثقافه سابق. اهلا بك سيد ابراهيم الابراش، مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. السؤال سؤال مباشر، ما هي الرساله اللي اراد ان يوصلها وزير الامن القومي لدوله الاحتلال باقتحامه الامس المسجد الاقصى، ولماذا اختار حسب رايك هذا التوقيت بعد 5 أيام فقط من اداء حكومه دوله الاحتلال لليمين؟ يعني رسالة ليست من بن غفير لوحده، هي رسالة من الحكومة الإسرائيلية ومن دولة الكيان الإسرائيلي، لأن بن غفير منتخب من إسرائيل، من المجتمع، من الشعب. إذا هو يعبر عن توجه عام، عن سياسة عامة تسود في إسرائيل، وهي عودة الأصولية الدينية اليهودية المتطرفة، ويعبر عن العودة إلى الشريعة اليهودية كما يقول، ما يريد أن يطبق الشريعة اليهودية، وبالتالي هو يعتبر أن الأقصى للاستيلاء على الأقصى ورب التفاوض مع الفلسطينيين وسياسة الاستيطان والتهجير هذا تطبيقا لتعاليم الشريعة الدينية اليهودية، وبالتالي هي رسالة خطيرة أثارت استياء ليس فقط الفلسطينيين بل كل دول العالم، كما سمع حتى في واشنطن استاء من هذا التصرف الذي يكشف السياسة عنصرية متطرفة ضد كل من هو غير يهودي متدين. التوقيت خطير بالتأكيد، لأنه في الوقت الذي هي يعني يراهن العالم على عملية سلام وتسوية في الشرق الأوسط، يراهن علاقات الشرعية الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي الوقت الذي التزم فيه الفلسطينيون التزموا بعملية تسوية سياسية، أوقفوا العمل المسلح حتى في قطاع غزة، يعني هناك هدنة في قطاع غزة، يعني في الوقت الذي يلتزم فيه الفلسطينيون والعرب والمسلمين بنهج تسوية سياسية ويزداد اعتدالا، يزداد المجتمع الصهيوني تطرفا وإرهابا. وبالتالي هذا الأمر هو الذي يضع تحدي كبير ليس أمام الفلسطينيين فقط، ولكن أمام كل من يطالب بالسلام وبالتسوية في الشرق الأوسط. كيف يمكن عمل سلام وتسوية في الشرق الأوسط مع كيان على رأسي أمثال نتنياهو وبن غفير وهذا اليمين المتطرف؟ بالضبط نتنياهو كان تعهد من خلال عرض سياسة الحكومة الجديدة في الكنيست على تعزيز الاستيطان وتعزيز صلاحيات العنصري المتطرف إتمار بن غفير اللي هو اليوم وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال. اليوم قرأنا بيانات التنديد من العديد من الدول العربية، وهذه بيانات تتشابه. ما المطلوب الآن من الحكام العرب أو من الشعوب العربية؟ بالتأكيد يعني الإدانات لم تفيد شيئا، يعني إذا كانت إسرائيل تدير الظهر لقرارات الأمم المتحدة ولا تعترف بها، فكيف ستهتم ببيانات من هذه الحكومة العربية أو تلك الحكومة العربية، أو حتى بمظاهرات المتواضعة؟ حتى لا توجد مظاهرات، يعني قبل ذلك تخرج مظاهرات مليونية تمدد باقتحام الأقصى أو بالعدوان على الشعب الفلسطيني. اليوم حتى شعبيا على المستوى العربي والإسلامي لا أحد يتحرك، وبالتالي هذه الديانات لن تنفع شيئا. ما هو المطلوب؟ يعني أبسط شيء يجب أن تكون هذه رسالة للدول العربية التي طبعت مع إسرائيل، هل هي ما زالت مصرة على التطبيع مع كيان تقود حكومة يمينية إرهابية يقوم وزراء فيها باقتحام المسجد الأقصى؟ هل هي ما زالت مصرة على موقفها ضد التطبيع؟ أليس هذا وقت أن تعيد النظر في علاقاتها مع هذا الكيان؟ عندما طبعت الدول العربية خصوصا الموجة الأخيرة من التطبيع، يعني الإمارات والبحرين والمغرب قالوا أن هذا سيدعم عملية السلام، أن التطبيع سيدعم عملية السلام وسيبلغ رسالة لإسرائيل بأن العرب يريد السلام. ولكن الذي جرى أن هذا التطبيع فهم بطريقة مغايرة من قبل حكومة الكيان الصهيوني، تأوغلوا في الإرهاب وفي العدوان وفي ممارساتهم الاستفزازية. إذا هذا شيء يجب أن يكون بالنسبة للدول المطبعة. أما بالنسبة ما هو المطلوب فلسطينيا، أنا أعتقد لم الشمكة على
على الفلسطينيين أن يتوصلوا إلى رؤية، إلى استراتيجية موحدة لمواجهة هذا الكيان الذي يرفض، الذي لا يريد الفلسطيني الذي يدعو إلى السلام، ولا يريد الفلسطيني الذي يقاوم، إنهم لا يريدوا وجود فلسطيني على الأرض الفلسطينية. سيد أبراش، سيد أبراش، عندي دقيقة أخيرة في سؤال. قلت ما شاهدناش مظاهرات ومسيرات من الشعوب العربية، أيضا دول متبعة من هذا الكيان الصهيوني. نفهم من كلامك بأنه بعد، نذكر مليح بأنه بعد 22 عام من اقتحام شارون للمسجد الأقصى، كان وقتها شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية ودامت وقتها 5 سنوات. أفهم من كلامك بأنه لا ننتظر انتفاضة جديدة الآن في فلسطين؟ لا، هو مش لا ننتظر. الآن مطلوب انتفاضة بشكل جديد، بمعنى أن إسرائيل قامت منذ انتفاضة 2000 إلى الآن بتقطيع أواصر المناطق السلطة الفلسطينية، فصلت بين غزة والضفة، مارست ممارسات يعني قوية جدا على مستوى الاعتقالات وعلى مستوى شن حروب متعددة على قطاع غزة. وبالتالي مفهوم الانتفاضة اليوم يجب أن يكون مغايرا عن الانتفاضة السابقة، ومفهوم المقاومة اليوم يفترض أن يكون مختلف عن المقاومة السابقة. نحتاج اليوم إلى نوع من الانتفاضة، ولكن في عموم فلسطين داخل فلسطين وبالنسبة للفلسطينيين في الخارج، مع تنسيق مع الشعوب أو مع حركات التحرر أو ما تبقى إن صح التعبير من قوة تقدمية ووطنية في شكراً. المجتمعات وفي الشعوب العربية. شكرا لك سيد إبراهيم أبراش، كاتب وزير ثقافة سابق. كل التحية ليك وتضامن التونسيين والشعب التونسي مع ما يحصل في فلسطين.